في البداية طبعا سلام وتحياتي لكل أعضاء القناة وزوارها. طبعا الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة موضوع مهم 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 جدا. ده طبعا كان خاص بالحلقة اللي قدمها الإعلامي الكبير عمرو الليثي مع الطالب كلية الهندسة أحمد فتحي عزام، أو الشهير بعزام الساحر. طبعا الحلقة دي لما اتقدمت أثارت جدل كبير في الشارع المصري وخارج الشارع المصري. تقريبا كل اللي اتفرج على هذه الحلقة طبعا جات له دهشة غير عادية. طبعا الاعمال او الافعال اللي عملها عزام على شاشه التلفزيون دي مستحيل تكون اعمال ساحر بتاتا. يعني مش انا الواحد اللي جالي انتهاش، او كل المشاهدين اللي شافوا الحلقه جالهم انتهاش، ولكن حتى الاعلامي عمرو الليث طبعا جاله انتهاش، حتى معدين البرنامج ايضا جالهم انتهاش، لان الاعمال اللي اتعملت قدامهم دي مش اعمال ساحر. احنا دايما بنعرف ان يعني اي ساحر من مقدرته انه ممكن يحول حاجة لحاجة تانية، ده جايز، ده المتوقع من ساحر، تمام. لكن ان هو ساحر يقوم بالاعمال اللي قام بيها عزام واللي احنا هنعرفها دلوقتي دي مستحيلة. نقطة تانية مهمة طبعا، الساحر مستحيل يعرف الغيب. يعني ممكن يعرف، جايز ممكن يعرف اللي حصل امبارح ايه، لكن يعرف اللي هيحصل بكرة طبعا دي في يد الله وحده. فده اللي عمله عزام على شاشة التلفزيون يعتبر علم خارق. طبعا انا متأكد ناس كتير هتفكر في النقطة اللي بفكر فيها، وهو ايه العلم اللي وصل له عزام او طالب الكلية في هذا السن. طبعا دي اولا دي موهبة من عند الله، بس في نقطة تانية لما هنتكلم مع بعض اكيد انتوا هتفهموها من غير ما اقولها. طبعا قبل ما ادخل في التفاصيل هنشوف دلوقتي صورة عزام او الساحر عزام ومع الاعلامي الكبير طبعا عمرو الليثي، وبعد كده هنقول اهم النقط اللي جت في الحلقة بتاعته واثارت الجدل الكبير. هنشوف الصورة دلوقتي وبعد كده نكمل الحلقة بتاعتنا. الصورة اللي قدام حضراتكم دي طبعا هي صورة الساحر عزام، طبعا مع الإعلامي الكبير طبعا عمرو الليثي اللي بتدور عليه طبعا حلقتنا بتاعت النهاردة. بعد ما شفنا دلوقتي طبعا مع بعض صورة عزام الساحر طبعا مع الإعلامي الكبير عمرو الليثي، هنتكلم في بعض النقط المهمة طبعا عشان ما أطولش على حضراتكم في الفيديو. طبعا كان دايما لما كان الإعلامي بيسأله بيقول له إيه اللي أنت بتعمله ده، أو عايز أعرف السبب، كان بيرد عليه بمنتهى البساطة ويقول له خفة يد. طبعا لحد اقتنع بهذه الكلمه، ولا حتى الاعلامي عمرو الليثي اقتنع بيها، يعني شيء ما يدخلش في العقل. لكن طبعا بعد ما نحلل الحاجات اللي هو عملها عزام الساحر طبعا على في الحلقه طبعا بتاعته، هنكتشف هل ده خفه يد زي ما هو قال، ام ساحر زي ما هو ده اللقب بتاعه، ام قدرات خارقه، ام هناك شيء رابع احنا لا نعلمه. تمام. طبعا هم بعد هندخل في النقطه هقولها عناوين وبعد كده هنشرحها واحده واحده. طبعا هو عرف كلمه الباسورد سواء المعدين البرنامج اللي واقفين قدامه او كلمه الباسورد بتاعت عمرو الليثي. تمام. النقطه الثانيه ان هو حول 100 جنيه ل 100 دولار من معدين البرنامج اللي واقفين قدام الاعلامي عمرو الليثي. النقطه الثالثه وهي شحن موبايل الاعلامي عمرو الليثي بشحن 100 جنيه بمجرد ان هو كون الارقام والكود بتاع كارت الشحن. النقطة الرابعة واللي هي المهمة، وهي ان جاب معد البرنامج او صحفية قدام الاعلامي عمرو الليثي وعرف كلمة الباسورد بتاعت الفيزا بتاعتها وسحب من رصيدها 720 جنيه وهي واقفة قدام الاعلامي. تمام. دي طبعا كانت اهم النقط لانه عمل حاجات كتير، لكن طبعا عشان ما نطول الفيديو خدنا النقط المهمة. دلوقتي طبعا هندخل للتفاصيل ايه وبعد كده حضراتكم هتعرفوا مين هو بالظبط. تمام. طبعا من ايام قليله طبعا استضاف الاعلامي المصري عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس المذيعه على قناه النهار الساحر المهندس احمد فتحي عزام، طالب كليه الهندسه طبعا، والذي كان يقوم ببعض الاعمال السحريه على الهواء، مما تسبب في انبهار ودهشه المتابعين، حيث قام الساحر عزام بأخذ 100 جنيه من أحد فريق عمل البرنامج ووضعها في يد الإعلامي عمرو الليثي وقال له أنا سوف أحول هذه ال 100 جنيه إلى 100 دولار، ثم أشار بإيده
الى يد عمرو الليثي الموجوده بيها ال 100 جنيه ليفاجئ بعد كده عمرو الليثي وفريق العمل انها اتحولت من 100 جنيه الى 100 دولار بالفعل، مما تسبب طبعا في دهشه كبيره طبعا للحاضرين في الاستوديو، فضلا على انه قام بالكشف عن الباسورد الخاص بهاتف احد اعضاء فريق البرنامج دون ان يكون على معرفه نهائيا بصاحبه. وتسبب الساحر طبعا عزام في دهشه الاعلامي عمرو الليثي بعد قيامه طبعا بفتح هاتف الليثي نفسه المغلق ببصمه اليد، حيث قال انه سوف ينظر في عينيه ليحصل على البصمه حتى يتمكن من فتح هاتفه، ثم نظر الى الهاتف وفتح قفل الهاتف دون ان يلمسه الاعلامي طبعا عمرو الليثي، مما دفع الليثي للتعقيب وقال له يا نهار اسود فتحته ازاي؟ لا الموضوع خطير انا عايز اعرف فتحته ازاي. ويقام الساحر طبعا عزام بتكرار التجربه ويقام بفتح هاتف احد الاعضاء فريق العمل مره اخرى، كما طلب طبعا من عمرو الليثي طبعا ان يقوم بكتابه اسم مطربه المفضل، واخرج له ورقه مرسوم عليها صوره المطربه، طبعا كانت المطربه طبعا ام كلثوم، ودي كانت اللي اختارها الاعلامي طبعا عمرو الليثي بينه وبين نفسه تمام. ويقام بفتح قميصه فتبين كتابه اسم ام كلثوم على صدر عزام الساحر، يعني شيء في منتهى يفوق العقل. هل انتوا ممكن تصدقوا ان ده يكون سحر؟ هل ده قدرات خارقه؟ هل دي موهبه من الله؟ مستحيل. الشيء الثاني اللي هو اللي كان ملفت بقى وشد انتباه الناس لما جاب معده البرنامج، ودي صحفيه طبعا بتعمل مع برنامج عمرو الليثي، وقال لها انا عايز الفيزا بتاعتك. بالفعل جابت الفيزا وقال لها اول رقم في الفيزا واخر رقم، طبعا هي جالها ظهور ووقفت، والاعلامي عمرو الليثي طبعا قال لها الكلام اللي بيقوله ده صح؟ هل انت اول اخر رقم واخر رقم في الفيز عندك هو اللي قالهم عزام؟ طبعا هي بصت للاعلامي عمرو الليثي وقالت له والمصحف الارقام اللي هو قالها صحيح. طبعا بعد كده فاجئهم عزام طبعا وقال لهم انا هقول لكم الباسورد كله، مش اول رقم واخر رقم، انا هقول الاربع ارقام بتوع الفيزا بتوعي. طبعا هي مش متخيله الموقف، وبالفعل قال لها الاربع ارقام، للاسف طبعا هي جالها ذهول ومش مصدقه، قال لها طبعا انت لو سحبت عايزه تسحبي الفلوس دلوقتي هتروحي لاي مكنه موجوده في البنك وهتسحبي تمام. ردت عليه وقالت له اه، قال لها انا ممكن اجيب لك البنك وانا موجود هنا. قالت له ازاي؟ قال لها طب فكر دلوقتي في اي مبلغ يجي في دماغك وانا هسحبه ليك من الفيزا بتاعتك وانت موجوده دلوقتي في البرنامج. طبعا هي قعدت شويه تفكر وبعدين قال لها لا حددي لي مبلغ معين تمام؟ المهم ان عشان ما اطولش عليكم، هي حددت المبلغ 720 جنيه. تتخيلوا ايه اللي حصل؟ العلبه مقفوله اللي هي كانت فيها الفيزا تمام؟ وده هو فتحها في الاول قدام عمرو الليثي وقدام معده البرنامج او الصحفيه، العلبه طبعا كانت فاضيه وما فيهاش غير الفيزا بس اللي هو عرف الباسورد بتاعها تمام. حطت العلبه مقفوله، وبعد ثواني قال لها افتح العلبه اللي قدامي. في اللحظه دي طبعا هي جات لها صدمه، اول ما فتحت العلبه لقت 720 جنيه موجودين مع الفيزا في العلبه. طبعا ده اثار الدهشه بتاعتها لدرجه ان هي داخت، ويعني كان فاضل لها شويه وكانت هتقع تمام. بس طبعا انا اعذرها، لان اي انسان يتعامل مع موقف عجيب بالشكل ده طبعا اكيد هتثيره الدهشه. طبعا هو قال لها اقعدي وبتاع، فاعتذرت، والاعلامي عمرو الليثي طبعا لحقها طبعا كوبايه ميه، وهي واقفه في الذهول، لكن اللي اثار الدهشه الكبيره طبعا للاعلامي عمرو الليثي، قال له انا عايز اعرف انت جبت الفلوس ازاي؟ يعني عرفت الباسورد، سحبت الفلوس،
بالمبلغ اللي هي قالت عليه، انت كده ممكن تروح في مصيبة. طبعا الاعلامي عمرو الليثي طبعا قعد يحاور كتير عشان يوصل لنتيجة معاه، او السر في السبب يعني السر اللي هو بيخليه يعمل كده، او ان هو يخليه يعمل كده، طبعا ما وصلش معاه النتيجة، لان دايما كان بيرد عليه ويقول له دي خفة يد. بس هل انتم معتقدين ان هو زي ما قال عزام دي خفة يد؟ طبعا احنا قلنا في اول فيديو دي سحر مستحيل، يعني نحط عليه علامة اكس. الساحر ممكن ينقل حاجة من مكان لمكان، او يحول حاجة لشيء اخر، ده اللي احنا دايما متعودين من اعمال الساحر، تمام. قدرات خارقة ممكن، في ناس كتير مشاهدين ويمكن شاهدنا اكتر من حالة على التلفزيون بهذا الشكل. موهبة من عند الله ممكن، تمام، لكن الموهبة ما بتكونش بهذا الشكل، لان في حاجات في بعض الاشياء عزام طبعا كان بيقولها هتحصل بكره، يعني مش امبارح ولا النهارده، لا ده هتحصل بكره. وده كان بيقول، ده اللي وضحه للاعلامي طبعا عمرو الليثي، وقال له انا عارف انت هتسالني فيه قبل ما اجي، وكان بيطلع له ورقه كده بيقول له على فكره انت، انا مسجل الحاجات اللي انت هتسالني فيها النهارده، وانا عارف هعمل ايه النهارده. ده اي موهبه تكون بهذا الشكل، واي قدرات خارقه تكون بهذا الشكل. وموقف عجيب طبعا نسيت اقوله، ان هو طلب من عمرو الليثي في البرنامج، قال له انت ممكن تفكر في اكله وهعملها لك دلوقتي. عمرو الليثي طبعا اعلامي محبوب، واقف مستغرب، قال له ازاي؟ قال له طبعا هجيب لك حاجه دلوقتي. فراح جاب له علبه مقفوله ومسكها في ايده وولع بالولاعه وقال له فكر في الاكل، فكر في الاكل، حطها على النار، لدرجه ان العلبه اللي فيت العلامة عمرو الليثي سخنت، فقال له الاكل كده استوى. طبعا لغايه دلوقتي ما فيش حد يعرف الاكله اللي دارت في دماغ العلامة عمرو الليثي ايه، لكن بعد ثواني بعد ما فتح العلبه لقى بطاطس محمره. طبعا جاله ذهول لعمرو الليثي اللي واقف وقال له انت جبت البطاطس دي ازاي؟ قال له مش هي حضرتك الاكله اللي انت فكرت فيها دي دلوقتي وكنت عايزها؟ قال له اه. قال له انا حضرتك جبتها لك. تتخيلوا معايا اي عقل يقبل الافعال دي ونقتنع بكلمه خفه يد؟ لا يا استاذ الفاضل، اللي انت بتعمله او اللي انت عملته على التلفزيون واللي ادهش الناس، وسواء في الاستوديو او جميع المشاهدين طبعا، مستحيل يكون خفه يد، تمام كده، ولا سحر، لان السحر زي ما انا قلت مستحيل يوصل لهذه القدرات، ولا موهبه. موهبه ممكن، لكن الله بيعطي الموهبه للانسان في حدود، تمام. قدرات خارقه ممكن، في ناس كتير انا تابعت حلقات كتير، في ناس بتحصل ليها قدرات خارقه، ودي برضه موهبه من عند الله، تمام. لكن انا بالقدرات الخارقه حاجه ان انا اعملها وانا موجود وانا واقف، يعني انا قدامك دلوقتي ممكن اعمل الموقف، تمام، لكن ما اعرفش اللي هيحصل بكره ايه، تمام. وده اللي انت اظهرته مع الاعلام عمرو الليثي، انت حضرتك قلت وطلعت فيديوهات كنت مسلمها لمعدين البرنامج، وقلت للاعلامي عمرو الليثي انا جاي النهارده ومصور الفيديوهات دي امبارح ووريته كده قدامه، وقلت له انا عارف انت حضرتك هتسالني في ايه. حتى لما طلب من الاعلامي طبعا عمرو الليثي وقال له افتح اطلع افتح تليفونك دلوقتي وافتح اي شات تحب تتكلم عليه، وفعلا الاعلام عمرو الليثي فتح الموبايل بتاعه وكلم حد من المعدين على شات معين، وعزام طلع له ورقه كده وقال له اسم الشات ده. ده اي عقل يقبل الكلام اللي انت بتقوله اخونا عزام وتقول ده خفه يد؟ ده مستحيل يكون خفه يد. طبعا بعد ما حضراتكم معلش طولت عليكم في الفيديو، لكن الموضوع ده اثار دهشه كبيره طبعا في الشارع، والناس كتير استغربت وقالت هي معقول خفه اليد توصل لكده؟ طبعا انا بحب اقول لهم
هذا الفيديو اللي حصل ده مستحيل يكون خفة يد ولا أعمال سحر ولا ساحر قصدي، تمام؟ لأن أعمال السحر عمرها ما هتوصل لإنسان بهذه القدرات، ولا قدرات خارقة، وإلا لو كان بعضها ممكن أو موهبة من عند الله ممكن. لكن النقطة الرابعة اللي هي بتدور في ذهني وأكيد بتدور في ذهنكم، وده أكيد وراه سر كبير طبعا، وأكيد عزام أنا متأكد طبعا أحمد فتحي اللي هو شهير بعزام طبعا مستحيل هيكشف هذا السر بتاتا لأي مخلوق موجود على الأرض، تمام؟ أتمنى طبعا يكون التقرير عجبكم، وفي انتظار ردودكم. أنا بعد ما سمعت الحلقة ديت وسببت لي انتهاش كبير زي ما كتير طبعا اندهشوا، حبيت إن أنا أعملها تقرير لسبب واحد بس، إن أنا كل الكلام اللي اتقال في الحلقة سواء موهبة سواء ساحر سواء خفة يد لا داخلة دماغي، وأنا متأكد إن ناس كتير مش داخلة في دماغها هذه الكلمة اللي اتقالت طبعا على التلفزيون، واللي ما اقتنعش بيها طبعا الاعلام الكبير طبعا عمرو الليثي. اتمنى يكون التقرير عجبكم، وفي انتظار ردودكم هل اللي انا بفكر فيه ده صح ام خاطئ. طبعا دي الاعلاميه اللي موجوده في البرنامج واللي سحب ليها 720 جنيه طبعا من الفيزا بتاعتها.